الصوفي لاسي داري يعلقنا بالفقرة بتاعنه لاسي، والمسيد بتاع الصابونابي الموية غرقته تشد عرفته، والمسيد بتاع الكباشي الموية غرقته تشد. اسألوا لهم شنو يا أخي؟ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. عشان كده السبب بتاع الضلال إنه ترك يفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة. أقوم أديك نموذج منها الآية الرحمن فاسأل به خبيرا، قام جاب الآية دي دليل على شنو؟ على إنه تنادي غير ربنا سبحانه وتعالى. وبه هنا به مش معناه تدخل واسطة، العلماء قالوا حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. هل فهمت باللغتي العربية الفصيحة السليقة؟ فهمت معناها؟ زي ما قال ابن كثير، راجع ابن كثير، راجع البغوي، راجع القرطبي، قال فاسأل به خبيرا، يعني فاسأل عنه خبيرا ولن تجد خبيرا يخبرك عن الله أعلم من الله وأعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسؤال في الآية دي سؤال علم، ما سؤال عبادة. ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وده مسك الآية بفهمه وقال فهم السلف ما يصلح، وقال تاني شنو؟ قال فترة انتهت على أساس إنه يفهم الكتاب والسنة ويطلعنا تشت بنعبد غير ربنا سبحانه وتعالى.